السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم لازم الشعب الجزائري يدي درس، لازم تدوا درس من عند هذو، يعني هذو بائعين الضمير تاعهم. كي تاوعنا ذوك العاهرات كذاك موحى الحزاق، هذاك مصري، هذاك يقولوا له موحى الحراق ولا ما حزاق، هذاك موحى الحزاق. كنا نقول لكم نهار الاول درنا عليه دي فيديو في رمضان، قلت لكم يا ودي هذو ما عندهمش ضمير، ما عندهم والو. هذاك المخنث كان يدير هذا موحى الحزاق، يقول لكم سمعوا اعلامي مصري، هذا اعلامي مصري، تعقلوا مين كان يقول لكم بارتي، هو لا استاذ معايا جاب لكم واحد شاري له الخبز. هذو كنت نقول لكم وقلتها لكم في رمضان، قلت لكم هذو يروحوا يشروا الخبز بليبري فامي، احنا الجزائر يحشينا هذا، يحشيها لكم شي انا ما نعرفوا كي داير. هذا موحى الحزاق هذا محروق مسخ، وين البارح كان مع الجزائريين من أحب الله، واليوم وين كان يقول لهم أحب الجزائر في الله، واليوم المغرب أحبها في الله. يعني هذا التاجر اللي تاجر بالجزائريين واليوم يبحث عن المغاربة، بس على المغاربة غادي ما يحلبوش، مغاربة كاين مغاربة. شو كاين صوالح، شو كاين واحد صوالح، كاين مغاربة كاين توانسة، والله ما يحلبوا البنادم، والله ما يسبوا حنايا. واه حنايا تصيبات تكتب له دلو كيما هكا، موحى مرحبا بك عندنا في الجزائر، ارواح زورنا في الجزائر، ارواح ديننا في الجزائر، ارواح ديننا منا. هذوك المصريين هذوك اللي جاوا هنا قال لك سياحه هنايا وكلش، علاش مشاو يهضروا على الجزائر؟ جيت تصور غير المناطق، مناطق حساسه تصورها، مي تجي قالوا لهم كاميرا، تخلي كاميرا هنا وروح هي تربح، خلاو تم يصوروا كما قالوا له، خلي كلش هنايا هي تربح. راح عاودي لي فيديو تاعو اللي كان طالقو في اللايف، طالقو منا عاودوه، داش مع الصح. تجي انا تجي تصور لي هنا والناس يسلموا عليهم منا ومنا، تربى غاديك براني، تبقى برانيه، الناس يبكوا عليهم. موحى مرحبا بك في الجزائر، انت جزائري، انت وطني. رساله نديروها لهذا الشكامه، هذو شكامه كيف جزائر شكامه، وكل من حارب ابن بلده من أجل ابن عاهرة، هذا الحزاق هذا وغيره الذين حولوه إلى وطني، والناس داروه وطني، والجزائري أكثر منا لا شيء، واحد أننا قلنا الحقيقة بأن المباراة لا تعاد. وهذا الكذاب والضحاك وينضحك على الجزائريين مغفلين، ماشي كاع كي نقول جزائري مغفلين، ماشي كاع اللي كانوا يقولوا له روح عندنا، أنت جزائري، أنت وطني، أنت حر، ابن الأحرار كانوا يقولوا له كيما هكا، كانوا يقولوا له موحى من فضلك اقصف لنا شوبير ديزل، موحى اقصف لنا قدور، موحى اقصف لنا بالشيخ، موحى من تربح؟ روحوا تربحوا، روحوا نورمالمون تحشموا على روحكم، روحوا أنا نقول لكم. واليوم هذا الخبيث هذا وين يبحث عن المغاربة، يعني مغاربة ليتاجر بهم كما تاجر بالحمقى في رمضان، 5 شهور ولا 6 شهور ومتاجر بكم، 5 شهور ولا 6 شهور ومتاجر بكم. مين صاب حمقى في اليوتيوب وآهيرات، ولا يديروا له في اشهار ذاك مشاكره، ولا مشاكره غير يقول ماشي تعاود، ولا يبارطاجي له ويقول لهم هو مصري يهدر. يا ودي هذا ماشي ما هادي انا له الشيطان، او هذا رديته استاذ، ولا يجيب لكم واحد خاصو الخبز قاعد ما يشوف يد الواك، هو لا محامي لا دال فيفا، هذاك محامي لا دال فيفا. انا كتبت له خطا، قلت له اعطينا اسمه ندخلوا للفيفا نشوفوه، شوفوا الى يخدم محامي هذا لاك تهدر عليه، يبلوكيك مي يسيبك فايق يبلوكيك. وان اليوم وان اليوم يبحث عن المغاربه للمتاجره بهم كما تاجر ببعض الحمقى هنا في الجزائر. لقد ظهرت حقيقه
يعني الحقيقة تاعو، وقلتها وأقولها، ليس كل من يتحدث عن الجزائر بالخير يحبها، ومن ولا من يتحدث عن المغرب بالخير يعشقها. والله لا تاجر ويستغلون الفرصة، تفاهم الجزائريين أو المغاربة يتصارعون أو يتشاجران في حب بلدهم، لكن البقية قسما بالله سول اللي خلق الدنيا والدين، اللي خلق السماوات، أغلبهم تجار يرون في الجزائر والمغرب سلعة على مواقع التواصل الاجتماعي. البارح هذا الحزاق مع الجزائر واليوم ضدها، وغدا مع المغرب وبعدها يجي ضدها. المهم والأهم ابن العاهرة هذا الحزاق، هذا موحى الحزاق وغيره لن يتغيروا أبدا. فهل رأيتم كلب يولد سبع؟ أكيد، يعني كلب يجيب كلب مثلهم، يعني مع احترامنا للكلاب ولوفائهم، بل هو دايود ابن راقصة وسوف يظل ابن راقصة، كلما رشقت أكثر اندلعت يعني بأمه أكثر. يعني نقول لكم هذه باش يكون على بالكم، هذا يضحك عليكم. البارح أنا بقيت مخلوق في الليل طلق فيديو يعاير في الجزائر، تاهي مخنز مسخ ما تلحق لا الجزائر لا المغرب. حنا بيناتنا حاجة، بيننا وبين المغرب، بيننا وبين المغرب، تاش دخلك؟ وخبيث خبيث كي دالكم، ما كي دالكم هذا الخبيث كي دالكم، هضر على الجزائر شكر الجزائر اضحك يا بو يطبل عليه وتسيب الناس يكومونتولو بارطاجولو نحن معك نحن منا نحن من. تسيب هذاك المخنث يقولكم عليكم اعلامي جزائري مصري شاهدر، تسيب ذاك بو كلبه يقولكم سمعوا مصري شرا يهدر، هو لا وين عنده الاخبار مصري عنده الاخبار عليك تاي. بعد يجي يقول لكم يا ولدي حنايا حفظوا الدرس، حفظوا الدرس في قوة، حفظوا الدروس، مستو ما حفظتوش دروس، مستو يحشو لكم على بالك يشوف. على بالك انا نقول لك حاجة اللي نكرهها، كي راه يشوف فيكم شاف على بالك شاف حمقى، شاف حمقى ويحوس كيفاش يتاجر بالمغاربة، تاجر بيكم انتوما ويزيد يتاجر. انا كان يتاجر يعني وي ما يسيبها قاطبة، وي ما يسيبها يروح يعاير هذا غدوة إن شاء الله يعاير، وغدوة إن شاء الله كل جزائر. شو بني الكلب قلت لكم ولاد الكلاب هذو كانوا يهضروا على الجزائر مي كنا نربحوا ربح ربح إلي ميني يا ودي بيعك السلام عليكم. ضروري شنو راه يوجد هذا ودي الكلب هذا؟ أنا نعرفهم هذو كيفاش هم يقولوا، راه يوجد باش يناصر المغرب في الكوب ديموند، هذا الحمار بلا حمار، وراح لاعب يسيبورتي في الرجاء. هذا ابن الراقصة فيفي عبدو فيفي هذا المخنس هذا، المغاربة طايعين اللي ما نديروش على سيدنا واحد الكومونتير يشكروا فيه، كيما تاو انا مي كانوا يقولوا انت وطني وانت جزائري اكثر من هذا، هذا شوبير واكثر من هذا قدور وهذا بالشيخ وهذا، كانوا كيما يكتبوا له كنا نشوفوا لي كومونتير، كنا نشوف هو يقول لهم هذا افتخار انني جزائري، افتخر انني جزائري. اليوم قولوا له، قولوا روح قولوا يستعرف بكم، روح هو كل وقت كوب ديمون كان غادي يقعد يشيد لكم، بصح مي مكاش كوب ديمون دروك يحوس يعني على عاير شكركم من ربدنا لاكم تاع ايديسات والغدوه ان شاء الله طاح عليك. تما دا من عندكم من عند الحمقى، ودا من عند الحمقى، كاين حمقى من وحمقى من، كيف كيف انا نقول لك روح يشكر وخد اخر، قولوا يهدر على مصر، قولوا يهدر على مصر، والله ما كان يجي بالي. هذا كان مشيط مشيط محرز محرز اوه محرز اضحك يا بوئي محرز يا فوز محرز، قولوا يهدر على صالح، دار خطا على صالح تفرجوا فيه سته مصاروا، قولوا يهدر هاهم يصابكم انتوما قاع دوك الجزائريات يكومونتو قاع بيتزوج بيكم قاع بيدكم، عسو خواتاتكم ما عسو خواتاتكم شام يكومونتوها غادي يدخل يشوف عنده يشوف يقدر بختو في مك يخرج اختو يدخل يخرجها. اسو خواتاتكم تكوموتو نتوما وخواتاتكم ماتكم ماشي قادين، بهدلتونا اللي يجي يحشيكم اللي يجي يضحك عليكم.
اللي يجي يضحك عليكم يحشيكم. بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجوا الفيديو ان شاء الله بربي، ونكونوا معكم ديما بجديد، وربي يحفظكم. صحيتو خاوتي.